خليني هرجع مرة تانية للأستاذ وسام لعلي يكون في دماغه فكرة. يا أستاذ وسام، أيوة. أنا تخوفي بعد ما ينتهوا الأسبوعين أو 16 يوم هيقعد التجار اللي بيرفعوا الأسعار يعني إيه متأدبين حبتين، أسبوع في التاني في التالت شهر ويرفع سنة سنة ونرجع تاني ريما لعادتها القديمة، ده قلقي. لا، هو مش هيتم بالطريقة دي تماما. يعني احنا النهاردة خلاص بقى عندنا وعي، احنا النهاردة برضك على قد ما احنا بنقول احنا هنبدأ بنفسنا، لا، بس النهاردة لازم يبقى في رقابة. احنا هنعمل شراز التفاعل وهنسلم بعد كده الدفة لحماية المستهلك، وهنسلمها للتموين، وهنسلمها لمراقبة الأسعار. احنا خلاص عملنا اللي علينا، حضراتكم لابد ان انتوا تكملوا المسيرة. خلاص الموضوع احنا نزلنا لكم الأسعار اهو، الله ينور، احكموها على كده بقى. احنا عملنا كشعب ملحمة وطنية في التكاتف مع الدولة، ان احنا في ظل الظروف الاقتصادية عملنا مقاطعة. وخلي بالك استاذ يوسف، انا عاوز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. الناس بتطالبني ان انا اعمل مقاطعات لمنتجات تانية، لا، هو النهارده كفاية مقاطعة، عايز اعمل مقاطعة للحمة، كفاية مقاطعة الاسماك دي، قد اعذر من انظر زي ما بيقولوا كده. انت النهارده عملت حاجة كده فرقعة، كل من هو فكر يحتكر منتج هيفوق لنفسه خلاص، لا، ده الناس دي خسرت. لان عايز اقول لحضرتك حاجة، النهارده يمكن الحاج عبده عارف الكلام ده، احنا لليوم الثالث على التوالي مفيش سمكة دخلت بورسعيد. وعاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، انخفاض الاسعار مش عشان هم يعني ايه، لا، هم خسروا، هم فعلا خسروا. ما هو السمك مش هيتلج 3 4 ايام طبعا، ومصائب قوم عند قوم فوائده. النهارده بلوك التلج عشان عليه ضغط كتير يرتفع من 13 جنيه ل 25 جنيه. انت متخيل سيادتك الموضوع ماشي ازاي؟ انا كل يوم في الشارع اصحاب مصانع التلج مهيصين دلوقتي. الله ينور على حضرتك. فاحنا النهارده لا لا لا، الموضوع بس بيني وبينك هو ده برضه مش صح. يعني مساله انه بتاع التلج يحس ان هم محتاجينه فيرفع هو كمان الاسعار، ده شكل عشوائي ما يحصلش. احنا بقى عاوزين نوصل رساله. انا مشكلتي عشان برضك الناس اللي بتتابعني، انا مشكلتي النهارده مش مع البياع الغلبان اللي بيجيب طاوله ولا طاولتين يطلع له ب 200 ده غلبان، ده على باب الله، ده على باب الله. انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم النهارده انا عاوز الموضوع يبقى فيه. يعني انت النهارده لما ربنا يكرمك، انت ايه اللي بيخليك تشتري ثلج عشان السمك ما يتباعش كله؟ انت النهارده لما هتكسب هامش ربح بسيط، النهارده ما فيش حاجه هتتبقى معاك لتاني يوم. صح. كل المواطنين هيشتروا النهارده، هتبقى دايره ماشية معانا، سلسلة دايرة. وبعدين حضرتك النهاردة بيع السمك، بيع السمك اللي عنده عشان يروح يشتري فراخ، وبيع الفراخ بيروح يشتري لحمة. فهي احنا كلنا بنكمل بعض.